كمية الناس اللي كلمونا عن ماكينة المكرونة والمشروع دوت، طبعا حقق يا جماعة كمية شغل الناس كتيرة جدا، وأكل عيش منه كتير جدا جدا، وناس كتيرة قدرت تعمل المشروع دوت وأرباح كويسة جدا جدا. قالك النهاردة بالفيديو رقم 3 بسلسلة المشاريع الخاصة بتصنيع المكرونة، وإزاي نبتدي نشتغل، وإزاي تعمل مشروع كامل ب 10,000 جنيه، أو تصنع مكرونة إزاي ب 10,000 جنيه. وكمان أسيب لك أرقام تليفونات الناس اللي تقدر تشتري منها موجودة في مصر دلوقتي، وكمان تقدر تتعامل معاهم وتكلمهم لحد ما تفهم كل حاجة خاصة بالمشروع دوت. متابعينه يا رب دايما تكونوا دايما في احسن صحة واحسن حال، لطلب الشديد جدا والطلب الكتير جدا على ان انا انزل بقية التفاصيل الخاصة بالمشروع تصنيع مكرونة. قررت ان انا اعمل فيديو النهاردة كامل اضم لك فيه ازاي تشتغل والمعدات وارباحها، وازاي تدخل الارباح المطلوبة ان شاء الله، وازاي تسوق وازاي تصنع وكل دوت، المقادير وكل حاجة ده موجودة النهاردة في الفيديو. نصيحة منك قبل ما نبدأ الفيديو، ما تجرهوش واتفرج معايا للنهاية علشان ما فيش حاجة تسقط منك في النص. رجاء منك قبل ما نبدأ الفيديو دوت، كسر زر اللايك وكومنتات كتيرة 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 وشير علشان خاطر يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان الناس اللي كانت بتتفرج على الفيديو يوصل لها الفيديو كامل. يلا نخش في المشروع عشان ما اضيعش عليك وقت اكتر من كده، ونبدأ المشروع بتاعنا النهاردة مع بعض. مشروعنا النهاردة سهل وبسيط جدا جدا، وتكلفة رأس المال مش كبيرة، وكمان عائد الربح ممتاز جدا جدا، وان شاء الله تقدر تنفذه في البيت. مش محتاج مساحة كبيرة، ومش محتاج محل، ولا محتاج ان انت تأجر حاجة، يعني تقدر تعمله عندك في غرفة صغيرة في المنزل وتطلع منها ارباح ممتازة ان شاء الله. الماكينة اللي قدام حضراتكم ديت بتشتغل بكهرباء عادية، اللي هي كهرباء المنزل ال 220 فولت، وكمان مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدى واللي هو الغذائي. الماكينة اللي قدام حضراتكم دي بتقدر تنتج في الساعة حوالي 50 كيلو المتوسط بتاعها، يعني ممكن لو انا شغلت الماكينة ديت 10 ساعات اقدر اعمل 500 كيلو او نص طن في الوردية. ودي نقدر نقول بداية مشروع كويس جدا جدا، ان انت تقدر تطلع كل يوم نص طن وتقدر توزعهم، دي تبقى انجاز كويس جدا جدا، وتكون بداية المكسب وبداية الارباح وعلى خطى التجارة الكبيرة. قدرة تشغيل الماكينة بتتراوح معاك، تقدر تشتغل معاك 24 ساعة متواصلة، لكن في البداية انا اقدر انصحك ان انت تقدر تشتغل عليها ورديتين، يعني كل وردية 12 كل وردية اسف 8 ساعات، يعني تقدر تشتغل 16 ساعة في اليوم، وتقدر بقية اليوم تقدر تعمل لها راحة او تبريد علشان خاطر تكمل معاك الطاقة الانتاجية بتاعتك. ده انا بكلمك في البداية. بعد كده انت ممكن تشتغل بيها 24 ساعة، وتقدر كمان تقف على رجلك، وتقدر تجيب كمان ماكينة وتدخل منها ارباح كويسة جدا جدا. الماكينة قدام حضرتك دي معاها 20 اسطمبة، يعني 20 وش مختلفين، يعني مقصوصة معوجة، يعني خواتم، يعني سباكيت، يعني معوجة، جميع انواع المكرونات اللي موجودة في السوق تقدر تعملها عندك في البيت بسهولة جدا، ومش محتاج مصنع ولا اي حاجة خالص. خليك بس معايا في البداية متفقين ان انت بتشتغل مكرونة مجففة، فمش محتاج فرن ولا محتاج ان انت تدخلها تبريد ولا الكلام ده كله، يعني انت هتقدر تنزل المكرونة من الماكينة دي تتعرض للمروحة او التبريد بتاع المروحة، وتقدر تعمل منها ارباح كويسة جدا جدا. فخليك متفق معايا يا جماعة، المكرونة ديت مش هتبقى فيها تعجين، مش هيبقى فيها مواد حافظة كتيرة والكلام ده كله، ودوت يمكن يخلي المكرونة بتاعتك تتسحب منك بكميات كويسة جدا جدا. هقول لك تودي المكرونة دي لمين، ومين اللي هيشتريها منك، وازاي تعمل لنفسك اسم في السوق، وازاي كمان تخلي المكرونة بتاعتك تطلب بالاسم في السوق بتاعك. طب ما تيجي بقى لأهم نقطة كله مستنيها من بدري وهو بيتفرج على الفيديو اللذيذ دوت، واللي فيه حماس كتير دوت، وإن كل واحد بيتكلم بيقول أنا هخلص الفيديو دوت وهشتري الماكينة دي وهطلع أشتغل على طول. قبل ما تخش في الموضوع دوت، الماكينة عاملة 10,000 جنيه من على موقع علي بابا أو علي اكسبريس، وكمان تقدر تشتريها من رقمين موردين تحت بيستوردوها، وكمان أنا بكلمك في سعر الماكينة صافي من غير جمارك ولا ضريبة، عشان نبقى واضح معاك وصريح. الماكينه ممكن تزيد لها 2 3 5 على حسب الضريبه والجمارك بتاعتها، بس انا بقول لك خليك مبدئيا الماكينه ديت هتكون ان شاء الله متوفره في مصر عند المستوردين اللي انا سيب لك رقم تليفوناتهم تحت دول، وان شاء الله كميه الناس اللي كانت مستنياها هي الحمد لله وصلت، وتقدر تتواصل معاهم وتجيبها. بالنسبه لطريقه التشغيل والتركيب والكلام ده كله والخلطات بتاعتك ديت، مش هينفع اقولها لك في فيديو ولا حتى 2 و3 و4 فيديوهات، لان ديت عايزه ممارسه، وعايز تقف على واحد وهو بيشتغل وبيطلعها قدامك، فبالتالي هم هيدربوك ويقفوا معاك لحد ما تقدر تقف على رجلك وتقدر تنتج المكرونه بتاعتك بالاشكال اللي انت محتاجها وبالكميات، وتعرف ظبطه الخلطه، وتعرف الانواع اللي بيضيف لها بيض واللي ما بيضيف لهاش بيض.
طبعا لو هنتكلم عن المادة الخام للمشروع دوت او المسؤولة للمشروع دوت، ومش هنتكلم اهم حاجة غير على نقطة اساسية وهي دي رقم واحد معانا، وتاني حاجة خاصة بينا اللي هو صفار البيض. وطبعا دوت انا زي ما بقول لك ممكن يتضاف على انواع معينة وممكن ما يتضافش على انواع معينة، فخلينا دايما داخلين ان احنا بنتكلم المادة الخام رقم واحد للمشروع وهي صناعة المكرونة، هي الدقيق رقم واحد. بالنسبة طبعا لعملية التصنيع وهي وخطوات التصنيع او تدريج لبداية التصنيع لحد ما يطلع لك منتج نهائي، مبدئيا كده انت ما بتحتاجش حاجة غير زي ما قلت لك الدقيق وصفار البيض والملح والمية، ودول طبعا يعني اي حد موجود عنده مش محتاجة تكلفة كبيرة جدا. مبدئيا كده بيتم طبعا تخش الكلام ده كله بيبتدي يخش فيه العجانة الخاصة بالماكينة ويبتدي يتخلط مع بعضه مع نسب معينة وكميات طبعا متقدرة، وبعد كده بيتم تخش على ماكينة الكبس اللي هي خاصة بالماكينة برضو، ويبتدي يطلع من وش الاسطمبة على السكينة ويتم تقطيعها على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه. وبالتالي كده يا باشا بقت المكرونة جاهزة معاك، ديت بالنسبة للتصنيع من البداية للنهاية، وان شاء الله اللي هتشتري منه الماكينة هيفهمك اكتر ويعرفك اكتر عن المشروع دوت. نبتدي بقى نخش زي ما قلت لك على النقطة اللي بعد كده وهي طبعا التسويق، وان شاء الله هنا التسويق مش هيقابلك فيه اي صعوبات ولا اي مشاكل، لان زي ما قلت لك في اي مشروع بقدمه لك او اي فكره بقدمها لك اي مشروع خاص استهلاكي غذائي بيتم السحب عليه بكميات كبيره جدا جدا. انا النهارده بكلمك لو انت عايز تشتغل بدون تراخيص او تعمل ورق او الكلام ده كله، على لو انت عايز تشتغل على قدك في البدايه، لكن بعد كده انت لازم تعمل سجل تجاري وضريبه وبطاقه تصنيع والكلام ده كله علشان تبقى ماشي رسمي كمان للماده دي. نبتدي بقى اخش زي ما قلت لك في التصنيع التسويق. التسويق ما فيهوش اي مشاكل وان شاء الله تسوق بسهوله جدا جدا، واول ناس تبتدي تسوق عليهم زي ما قلت لك وهو السوبر ماركت والعطاره، لانك انت بتبتدي تقول لهم انا عندي مكرونه سايبه وديت على فكره هتشتغل معاك كويسه جدا جدا، لان سعرها دلوقتي يعتبر متراوح في السوق من 9 ل 10 جنيه المكرونه السايبه، فبالتالي هيبقى عليها صاحب كتير جدا، ومحلات البقاله والعطاره والسوبر ماركت والهايبر. سيبك من ده كله، تبتدي كمان تخش على تجار الجمله وتبتدي تعرفهم ان الشكاره بتاعتي اسمها كذا وهبتدي انزل لك منها وباسعار معينه، وان شاء الله هيبقى معاك سحب كويس جدا جدا وتقدر ان انت توزع. سيبك من تعمل الحوار دوت، لو عايز تبدا وتجرب الكلام ده كله تجرب مع دايره المعارف والاقارب والاصدقاء، علشان هم لو في اي كومنت قبل ما تطلع للسوق هيقولوا لك عليها فيها مشكله 1 2 3، وحاول تعدلها وتجنب الخطا، علشان طبعا السوق مش بيسمع على حد. انت لو نزلت السوق وفي اي مشكله بالتالي هيتم رفض المنتج بتاعك والناس كلها هيقولوا لك بلاش المنتج اللي اسمه فلاني. ديت النهارده النواه كامله عن المشروع والجزء رقم 3 من المشروع، الارقام موجوده تحت في صندوق وصف الفيديو، شوفها كلمهم، واللينك الشراء موجود برضو. لو المشروع دوت قدرت تستفيد منه بجزئيه صغيره حتى لو 1%، ادعمني باللايك وكومنت وشير، واعمل شير للفيديو ده على اكبر نطاق للناس تستفيد بيه والناس تشتغل بيه وبرأس مال بسيط. وربنا يوفق الجميع واشوفكم على خير في مشروع جديد من قناة هاني النادي للمشاريع ودراسة الجداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.